بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين في الجي ان اللي بتيجي مع السيستميك ديزيز. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا في النفرولوجي بيقابلنا كتير قوي، اللي هو اللوبس نيفرايتس. قبل ما اتكلم على اللوبس نيفرايتس، هو يعني ايه اس ال اي، سيستميك لوبس اريثيماتوزس؟ من اسمه كده هو سيستميك ديزيز، ولوبس ده اسم لاتيني من زمان معناه الذئب او الذئبه، واريثيماتوزس اللي هي الحمراء. يعني كانوا بيقولوا ان المالر فلاش اللي موجود اول ما توصف الديزيز كان بيبقى شبه الذئبه نفسها، كان بيبقى عندها نفس الحمار، فعشان كده خدت الاسم ده وتنوا معها لغايه دلوقتي. السيستميك لوبس اريثيماتوزس دايما بيجي في ايج اكتر ما بين 15 ل 45 سنه، وبيجي في الفيميل الى الميل حوالي 10 الى 1، في فرق كبير جدا بينهم. وبيجي فالحاجتين دول قال لك غالبا كده يبقى فيه هرمونال فاكتور، لان بيجي اكتر في الفيميل بنسبه كبيره، وبيجي في الفيرتايل ايج، واحيانا بيحصل له اكزاسربيشن اثناء البريجننسي وبوست بارتم، فعشان كده يعتقد ان فيه حاجه هرمونال. طيب بالنسبة للريس لقوا انه بيجي في البلاكس اكتر، ويجي في الهسبانكس، ويجي في الايشنز اكتر من الكوكيشنز. فده بالنسبة للريس. ولقوا كمان انه لما بيكون في ايدنتيكال توينز، مونوزايجوتيك توينز، لو واحد جاله 50% للتشانس ان التاني يجيله، وعشان كده بيعتقد ان في جينيتيك فاكتورز. طيب السوشيو ايكونوميك قال لك بيجي دايما في اللور كلاسز، وعشان كده بيقولوا غالبا يبقى في انفايرومنتال فاكتور، لكن السبب بالظبط ايه مش معروف. لكن هو اللي بيحصل ان الجسم ما بيقدرش يتعرف على السيلف انتيجنز ويتكون ليها اوتو انتيبوديز، وبالتالي ال اس ال اي هو عباره عن اوتو اميون ديزيز، هو واحد من الكونكتيف تيشو ديزيزز. طيب احنا الاس ال اي احنا كنا دايما الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي كانت عامله 11 كرايتيريا اللي احنا عارفينهم، اللي هم بيبقى المالر فلاش، الفوتوسنسيتيفيتي، ديسكويد لوبس، الاورال السرز، ادي كده اربعه، سيمتريكال ارثرالجي ارثرايتس، عندنا سيروزايتس، عندنا حاجات هيماتولوجيكال، ليكوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا، هيموليتيك انيميا، حاجات سي ان اس او نيوروسايكاتريك، اي حاجه فوكال او سيجرز او سايكاتريك النس او سايكوزس. في بقى حاجتين اللي هو الكيدني طبعا، هيماتوريا، بروتنوريا، ويجي الاي ان اي فاكتور لوحده، وبقيه الانتيجن او الانتي بوديز زي الانتي سميث والانتي دبل ستراند دي ان اي، ده فاكتور لوحده. لو لقينا اربعه من دولت بيبتدي اشخص على اساسه اس ال اي، وده السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعته بتبقى حوالي اب تو 96%. فيها طبعا كلاسيفيكيشن حاجات احدث دلوقتي، بس ده الحاجه التراديشنال اللي معروفه عشان نشخص بيها اس ال اي عموما. طيب بالنسبه لاحنا اللوبس نيفرايتس، قلت ان انا ك اس ال اي هو 10 الى 1، لكن الناس اللي جالهم لوبس بقى اوريدي ميلز وفيميلز، الشانس ان هو يقول لوبس نيفرايتس هو 1 الى 1. يعني انا بتكلم 10 الى 1 بالنسبه للاس ال اي عموما، لكن جاست ان هو جاله البيشنت لوبس نيفرايتس في الحاله دي، او الشانس بتاعتهم من الناس اللي هم اس ال اي جالهم اس ال اي هيبقى 1 الى 1. اللوبس نيفرايتس لما بتيجي في الناس اللي عندهم سيستميك لوبس، معنى كده ان في ان ديزيز سيفير ومور اكتف، بتيجي حوالي ما بين 20 الى 60% من الناس اللي عندهم اس ال اي. الفاريشن كبير لان ده حسب الديموغرافيكس اللي انت اوف بوبوليشنز اللي انت اشتغلت عليه، لان احنا قلنا دايما بيبقى في اكتر في البلاكس والهسبانكس والايشنز عن الكوكيشنز، وبيكون مور سيفير عنهم كمان. دلوقتي هنبتدي نتكلم على الباثولوجي اوف ذا لوبس نيفرايتس. ال WHO عامله تراديشنال كلاسيفيكيشن الى ستة كلاسز اللي احنا كلنا عارفينهم، كلاس من كلاس 1 الى كلاس 6. كلاس 1 باللايت مايكروسكوبي بيكون نورمال، لكن بيكون في مينيمال اميون ديبوزيتس بالاميونوفلورسنس. كلاس 2 بيبقى هو عباره عن ميزنجيال بروليفريشن بس مع اميون ديبوزيتس. 3 هو عباره عن فوكال بروليفريشن، و4 ديفيوز بروليفريشن للاندوكابيلاري سيلز. فوكال بروليفريشن يعني ايه؟ يعني اقل من 50% من الجلوميرولاي، وديفيوز يعني اكتر من 50%. وبعدين يجي 5 اللي هو ميمبرانس، يعني في ثيكنينج اوف ذا بيز ميمبرين ذا بيور، لكن 5 ده ممكن يجي كمان مع 3 او يجي مع 4، يعني 3 مع 5 او 4 بلس 5.
ستة هو عبارة عن advanced sclerosis. يعني ايه advanced sclerosis؟ يعني اكتر من 90% من الحالات من الجلوميرولاي بتكون globally sclerosed. ده كده بالنسبة للclassification بتاع WHO. جي بعد كده الانترناشنال سوسايتي اوف نيفرولوجي مع حاجة اسمها رينال باثولوجي سوسايتي، ابتدوا قال لك احنا هنزود تاني في الكلاسيفيكيشن عن كده، فسابوا واحد واثنين زي ما هو وخمسة وستة زي ما هم، وجم على ثلاثة وأربعة وقال لك احنا هنقسمهم تاني إلى A و C و AC. خلاص، A اللي هو active و C اللي هو chronic و AC اللي هو active مع chronic. نفس الشيء بالنسبة للفور، A و AC و C. ورجعوا تاني في كلاس 4 قال لك هنقسمه تاني الى جلوبال او سيجمنتال، يعني الافكشن ده جلوبال ولا سيجمنتس بس منه. فده كده الانترناشونال سوسايتي اوف نيفرولوجي مع رينال باثولوجي سوسايتي. طيب هنتكلم دلوقتي بقى يعني ايه اكتيفيتي وكرونستي. الاكتيفيتي والكرونستي بيبتدوا يعملوا لهم سكورنج، فالاكتيفيتي يبتدي يعلق على كذا حاجه موجوده، هالسيلولار كريسنت يبتدي يديها من 0 الى 2 الى 4 الى 6. يعني 0 يعني نون، 2 يعني بيبقى اقل من 25%، الاربعة يبقى من 25 ل 50، والستة اكتر من 50% عندهم سيلولار كريسنت. نفس الشيء بالنسبه للجلوميرولار نيكروزس، جلوميرولار نيتروفيلز، سب اندوثيليال ايميون ديبوزيتس، انترستيشن انفلاميشن، هنبتدي نديها حاجه من السكور ده. هنا بيبقى 0 2 4، لكن هنا بيبقى 0 1 2 3. لو جمعنا ده يبقى الماكسيمم هنا من 24، يبقى الاكتيفيتي سكور هو بياخد حاجه رقم من 24. الكرونيستي سكور احنا بنتكلم بقى على الجلوميرولار سكليروزس بعد ما كان نيكروزس بقى سكليروزس، وبعد ما كان سيلولار كريسنت هيبقى فايبر كريسنت، وبعد ما كان انترستيشن انفلاميشن هيبقى تيوبولار اتروفي وانترستيشن فايبروزس. كل واحدة فيهم هندي من 0 1 2 3 سكور، لما نجمعهم هيبقى الماكسيمم 12. يبقى الكرونستي بتاخد رقم من 12 والاكتيفيتي رقم من 24. ده كده طبعا كل ما زاد الاكتيفيتي والكرونستي بمعنى كده البروجنوزيس اسوأ، لكن كل ما يكون في اكتيفيتي معنى ان البيشنت ده في هوب ان هو يستجيب للاميونوسبريشن، لكن كل ما زاد الكرونستي بقى الهوب من الاميونوسبريشن مش هيدي افكت. ده كده بالنسبه للكلاسيفيكيشن بتاع لوبس نيفرايتس. يبقى ده السته وثلاثه واربعه بيتقسموا لاكتيف وكرونيك واكتيف مع كرونيك، ودي الاكتيفيتي سكور والكرونستي سكور. كل دوت انا بعرفه بيه اللايت مايكروسكوبي. طيب بالنسبه بقى عندي هنا اللي هو الاميونوفلوريسنس. الاميونوفلوريسنس هنا بيبقى عباره عن هو اللوبس نيفرايتس اميون كومبلكس ديزيز. انا عندي انتيبوديز بيكون اجينست انتيجنز معين هنتكلم عنه كمان شويه، ويبتدي فيكس كومبلمنت ويبقى ديبوزيتد في التيشو. بنلاقي ايه؟ بنلاقي غالبا اي جي جي واي جي ام، ونلاقي اي جي اي، ممكن الاقي كمان سي 3 وسي 1 كيو، ممكن سي 4. لما بلاقي الحاجات دي كلها كده بنقول عليها فول هاوس، وده بيبقى غالبا الشكل ده بيجي دايما مع اللوبس. ده بالنسبه للايمينو فلوريسنس. طيب في الالكترو مايكروسكوبي هلاقي ايميون ديبوزيتس ومكانها، ده اللي احنا بنشوفه، لكن في حاجات اذرز ممكن بنشوفها تاني، بس وان كان دايما ما بتخشش في الاكتيفيتي سكور. حاجات مثلا ليها علاقه بالفيسس، احنا دايما لما كنا بنتكلم على البيوبسي احنا كنا بنعلق على الجلوميرولاي، جايب هنا معلق عليها، وعلى التيوبولز وعلى الانترستيشن، لكن الفيسلز هنا هو مش جايب سيرتها في الاكتيفيتي سكور خالص، ولكن هي بيبقى ليها رول في البروجنوسيس. ففي مثلا حاجات مثلا بنقول عليها في الفيسلز ممكن نلاقي تي ام اي ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، ممكن الاقي ارتيريوسكليروزس، او بنلاقي في نيكروتايزنج فاسكولايتس. مش احنا قلنا اللوبس من الحاجات اللي ممكن تعمل فاسكولايتس، اوتو اميون كومبلكس سمول فيسل فاسكولايتس، فدي ممكن تبقى الحاجات دي طبعا مهمه طبعا في البروجنوز بتاع البيشنت، وهنشوفها واحنا بنعمل تريتمنت، لكن احيانا ما بتكونش جايه في الاكتيفيتي سكور. في حاجه كمان هنا انه احيانا بالالكترون مايكروسكوبي يلاقوا انه الفود بروسيس بيحصل لها فيوجن مع بعض ويحصل افيسمنت زي اللي بيحصل مع البودوسايتوباثي اللي هو مينيمالي تشينج والفوكال سيجمنت، فده بيسموها لوبس بودوسايتوباثي، ودي برضو نقطه مهمه هيبقى ليها كلام واحنا بنعمل تريتمنت.
طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن اوف لوبوس نيفرايتس باثولوجيكالي. طيب هل التقسيمه ديت ليها علاقه بالكلينيكال مانيفيستيشنز؟ الكلينيكال بريزنتيشن غالبا بيبقى ليه علاقه بالباثولوجي بنسبه كبيره جدا. ففي كلاس 1 غالبا البيشنت بيكون يجي سايلنت، يعني ما بلاقيش فيه كلينيكال مانيفيستيشن للنيفرايتس، يعني غالبا ما فيش هيماتوريا ولا بروتونوريا، بيبقى دايما هو حاجه باثولوجيكال، ولكن ممكن يكون معاه اكسترا رينال مانيفيستيشنز. في كلاس 2 غالبا بيجي باللور بروتونوريا اللي هو نان لو، يعني هو نان نفروتيك رينج بروتونوريا، لكن في بعض الاحيان ممكن يجي بنفروتيك سندروم. لو جه نفروتيك سندروم لما عمل باثولوجي هو ده اللي بيلاقي فيه اللوبس بودوسايتوباثي، يلاقي فيه افيسمنت او ذا فيت بروسيس، وبالتالي دي نقطه مهمه لانه البيشنت ده بنتعامل معاه كانه في تريتمنت زي المينيمال تشينج. لما بياخد كورس ستيرويد زي المينيمال تشينج اللي بيحصل ريميشن للنيفروتيك سندروم، ولكن ده بيحتاج يكمل مينتنس زي حالات اللوبس، لكن بيتعالج انيشيالي زي المينيمال تشينج. كلاس 3 و 4 دولت اللي بيبقوا مور سيفير، يعني بيبقى فيه عنده بروتونوريا، ولاقي فيه هيماتوريا، ولاقي فيه انه بيبتدي الجي اف ار هنا يقل. ده في 3 و 4 فهو ده اللي بيبقى مور سيفير. فلما بيجي دايما امبيرمنت بشك دايما، ولا كفيرست بريزنتيشن اشك دايما في 3 و 4 5 البيور 5 ممكن ده بيجي بنيفروتيك سندروم اللي هو فول بيكتشر، او احيانا يجي سب نيفروتيك ولكن دي نسبه اقل شويه، يبقى هنا برضو سب نيفروتيك. وطبعا 6 بقى ده ادفانسد بقى جايب سي كي دي وخلاص ملوش غالبا هيبقى فيه تريتمنت. يبقى ده كده غالبا ها الكلينيكال برزنتيشن وعلاقتها بالكلاسز. طيب لما نيجي نتكلم بقى على الاي ان اي. الاي ان اي يعني عباره عن انتي نيوكليير انتيبوديز، يعني معنى كده ان في انتيبوديز اجينست نيوكليير كومبوننتس موجود. غالبا هنا بيكونوا عندنا حاجات زي اللي اشطرهم هو الدبل ستراند دي ان اي، وعندي الانتي سميث انتيجين، وممكن نلاقي تاني بقى حاجات مثلا زي الرو واللا، وممكن نلاقي كمان الار ان بي والانتي هيستون. في حاجات تانية برضو ممكن انتي سي 1 كيو، دي كلها حاجات اللي احنا بنشوفها في الامينولوجي، طبعا بالاضافه الى سي 3 وسي 4 بنلاقيهم هنا كونسيومد، معنى كده ان هو خد الكلاسيكال باثوي اوف ذا كومبلمنت. الدبل ستراند ان اي والانتي سميث وكمان الانتي سي 1 دول كلهم سبيسيفيك. الانتي دي ان اي ممكن الاقيه في 75% من الحالات الانتريتد، لكن الانتي سميث ممكن يبقى بس موجود في 30%. الاثنين دول مهمين لان ممكن استخدمه في المونيتورنج اوف ذا ديزيز اكتيفيتي. الرو والله دايما مش سبيسيفيك، لكن بيجوا في اللوبس وبيجوا كمان في الجوغرين سندروم. الار ان بي غالبا بتيجي مع حالات اللي هي الميكسد كونكتيف تيشو، تلاقي معها اذر كونكتيف تيشو زي سيستميك سكلروزس، بوليمايوسايتس، درماتوميوسايتس وكده. والانتيستون غالبا بيجي مع اللي هو دراج انديوست لوبس زي الهادرالازين والبروكيناميد وكده. طيب هاجي دلوقتي بالنسبه هنا دول كله بنشوف الليفل بتاعهم السي 3 والسي 4 زي ما قلنا بيبقوا كونسيومد، وبستخدمهم كمان في المونيتورنج لما يبتدي نورمالايز، بمعنى كان الديز بقى احسن، ولو الديز كان في ريميشن وان اكتيفيتي وابتدوا يطلعوا يقلوا تاني، معنى كده ان ده يقول ان ممكن يبتدي يكون حصل اكتيفيتي تاني. الاي ان اي ده مش سبيسيفيك، يعني احنا ممكن نلاقيه في ديزيز تانيه كتير، معظم الروماتولوجيكال ديزيز وخصوصا الميكسد الكونكتيف تيشو ديزيزز، وممكن حتى في 5% من البيشنتس من النورمال بريبوليشن الاقيهم بوزيتيف، وفي برضه من 5 ل 10 البيشنت اللي هم عندهم لوبس ممكن يكونوا نيجاتيف. الاي ان اي لما بيبتدوا يشوفوه هم بيعملوا له تايتر، يعني ايه؟ مثلا فيجي يقول لك مثلا 1 الى 40، 1 الى 80، 1 الى 160 وهكذا. الكلام ده معناه ايه؟ معناه تايتريشن ان هو بيجيب 1 بارت من السيرم ويحط معاه كمان 40 بارت من ديستال ووتر او سالاين، يبقى هو خففه كده وبعدين يشوف الديتكتنج الانتيبوديز. لو هي لسه لو موجوده يبقى معنى كده ان هو بص في 1 ل 40، يبقى هعمل تايتريشن لايه؟ لاعلى، هخليها 1 الى 80.
لو لسه موجوده يبقى معنى كده انه الانتيبوز لسه موجوده، فاخففه اعمل دبلنج تاني 160 320 640 لغايه لما هاجي عن تايتر ده نيجاتيف، يبقى هو التايتر ده اللي قبليه هو اللي بوزيتيف. معنى كده كل ما كان التايتر اعلى والرقم اعلى معناه ان ده فيه انتيبوديز كتير، يبقى فيه انتيبوديز كتير. لكن انا ده ما بستخدموش في المونيتورنج، يعني عملته مره مش هقعد اعيده تاني عشان اشوف فيه اكتيفيتي اكتر ولا ما فيش، لا هو بيبقى مره واحده بس. وكل ما كان التخفيف اكبر معنى كده ان نسبه الانتيبوديز اعلى وكميتها اكبر. ده كده بالنسبه للايه للموضوع ده. طيب دلوقتي قبل ما هتكلم على التريتمنت بقى بالتفصيل لان هو ده موضوع مهم، هنبتدي نتكلم على نقط معينه زي البروجنوزس في البيشنتس. ده البروجنوزس بيكون أسوأ كل ما كان السن اصغر، يعني الناس اللي هم يانج ايج والتينيجرز المورتاليتي بتكون فيهم اعلى، وتكون اعلى كمان في الميل عن الفيميل، والناس اللي عندهم لو سوشيو ايكونوميك كلاسز، وطبعا في الباثولوجي لو لقيت كلاس 3 او 4 او لقيت فيه كرونيستي كل الحاجات دي بتقول البروجنوزس وورس. طيب البيشنت بتاع لوبس نيفرايتس كان زمان المورتاليتي عاليه جدا، لكن مع الاميونو سبريشن تقريبا اتحسن الموضوع كتير، يمكن اكتر من 95% بيكون ال 5 years renal survival و patient survival بيبقى اكتر من حوالي 95% ل 100%. لكن المورتاليتي غالبا لو حصل بتحصل ايه؟ غالبا بتكون نتيجه انفكشن، وعشان كده ده من الاميونو سبريشن. فعشان كده المهم جدا ادي المينيمال اميونو سبريشن اللي ممكن اديها تعمل ديزيز او تعمل اكتيفيتي سبريشن وما اخدش السايد افكتس بتاعتها بقدر الامكان. فده بيكون سبب رئيسي جدا للمورتاليتي في البيشنت بتوع اللوبس. الحاجه الثانيه اللي هو الكارديوفاسكولار ديزيز، طبعا هو كسي كي دي هيبقى فيه تراديشنال اسكاك زي اي سي كي دي، لكن اللوبس بالذات لقوا انه الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز هنا بتكون عاليه. فمثلا لقوا ان الام اي بالذات اللي هو النون فيتال ام اي بتكون حوالي من حوالي 17 فولتس، لكن الفيتال ام اي بتبقى من 7 ل 10. ماشي، ده بالنسبه للكارديوفاسكولار ديزيز حتى بعد ما عملوا ادجستمنت لاذر ريسك فاكتور. تاني حاجه برضو دراج توكسيستي بتبقى من الاسباب هنا اللي بتبقى بتعمل مشاكل كتير في الناس بتوع اللوبس. احنا كنا في السيستميك لوبس جنرالي كان قالوا دلوقتي ان في الريسك اوف مالجنسي اعلى من الجنرال بوبوليشن، سواء كان خصوصا الهيماتولوجيكال مالجنسي او حتى سوليد تيومرز زي اللانج والليفر بيبقى الريسك عالي. وكمان البلادر كارسنوما اذا كان البيشنت طبعا هياخد سايكلوفوسفامايد. ده كده بالنسبه للبروجنوزس والمورتاليتي. طيب دلوقتي هنبتدي نتكلم على التريتمنت اوف لوبس نيفرايتس. اول حاجه احنا هنتكلم على الجنرال تريتمنت زي اي نيفرايتس. هنعمل بلاد بريشر كنترول يكون اقل من 130 80 او يفضل دلوقتي اقل من 120 80. البروتينوريا هندي الاي سي انهبيتورز او الاي ار بي تيري دوز، وبنعمل تايتريشن للماكسيمم توليريتد دوز، ونشوف الكارديوفاسكولار ريسك اسيسمنت. كل ريسك فاكتور نحاول نعملها اسيسمنت ونحاول نصلحها، عشان احنا قلنا الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز تكون عاليه قوي فيهم. بيشنت يقلل الويت بتاعه، يوقف السموكينج، عنده كاردياك ديزيز مثلا كرونز يروح يعالجها، يعمل اكسرسايز، يعالج الديسليبيديميا، كل الريسك فاكتورز اللي موجوده نبتدي نعملها اسيسمنت ونبتدي نعالجها. في حاجه هنا مهمه في الجنرال ان احنا بندي هيدروكسي كلوروكين. الهيدروكسي كلوروكين ده من الدراجز اللي هي الانتي مالاريال، بتبتدي ليها فايده هنا في اللوبس انها بتقلل الفلير بنسبه كبيره جدا، وبتقلل الكيدني بروجريشن، وبتقلل كمان الفاسكولار كومبليكيشنز. فده بنديهم لكل البيشنتس بتوع اللوبس. بندي حوالي من 6 ل 6.5 ملي جرام بير كي جي، يعني تقريبا البيشنت بياخد 200 ملي جرام ديل. ده بالنسبه للهيدروكسيكلوروكين. ولكن الهيدروكسيكلوروكين بيبقى ليه بعض السايد افكتس لازم نبقى اورينتد بيها. ممكن يعمل راش، يزود البيجمنتيشن في السكن، ممكن يعمل ماسل ويكنس، ممكن يقلل الفيجن، وفي حالات شديده ممكن يؤدي الى فيجن لوس. وفي الميلز اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي ناخد بالنا لانه ممكن يعمل هيمولسيس. طبعا انا هنا الهيدروكسيكلوروكين واخد كاتيجوري 1 سي، فهو مهم جدا وبيكون سيف في البريجنانسي. طيب دلوقتي هنبتدي نتكلم على تريتمنت اوف الكلاسز نفسها. اول حاجه بالنسبه كلاس 1 و 2 البيشنتس دول غالبا ما بيجوش بسيفير نيفرايتس، يعني كلاس 1 غالبا ما بيبقاش فيه حاجه غلط كلينيكالي، و 2 غالبا بيجي ببروتينوريا خفيفه. طبعا البروتينوريا دي بتبقى يونيفرسال في كل الكلاسز. هنا بتكون النسبه ضعيفه غالبا بتبقى جرام او اقل. ف
ففي الحالات دي انا ما بديش امينو سبريشن الا فور اكسترا رينال مانيفستيشنز، وفي الحاله دي هو الروماتولوجيست اللي هيبتدي يعالج بيها مش احنا كنفرولوجي. لكن في احيانا في كلاس 2 احنا قلنا في الاول انه ممكن يجي بنيفروتيك سيندروم، ففي الحاله دي انا بدور ليكون في لوبس بودوسايتوباثي، فبشوف باللايت بالامينو الالكترون مايكروسكوبي بلاقي في فيوجن او ذا فود بروسيسز في افيسمنت، يبقى دي في الحاله دي بقول عليها لوبس بودوسايتوباثي، وفي الحاله دي انا هعالجها زي المينيمال تشينج بالكورس الاستروي زي المينيمال تشينج، فبلاقي في بيحصل ريسبونس جامد سريع للنيفروتيك سندروم، لكن هكمل بعد كده بمينتنس باسترويد ومعها ام ام اف او ازاثيوبرين او سي ان اي. ده بالنسبه لكلاس 1 و 2. طيب دلوقتي هنبتدي نتكلم على التريتمنت اوف كلاس 3 و 4، سواء كانت جايه لوحدها 3 لوحدها او 3 مع 5 او 4 لوحدها او 4 مع 5. احنا في الانيشال تريتمنت دايما بندي استرويد، بندي معها حاجه من اتنين، يا بندي سايكل فوسفامايد يا بندي مايكروفينوليك اسيد انالوجز اللي هو ما اللي احنا معروفين اللي هو ام ام اف اللي هو سيلسبت او الكوت التابلتس اللي هو المايفورتيك. طيب الاسترويد بندي قد ايه؟ بندي من ربع الى نص جرام بلس في 3 ايام، وبعد كده ننزل الى 0.6 الى 1 ملي جرام بير كي جي بالاورال، وبعدين نبتدي نعمل تابرنج للدوز لغايه ما بنوصل عند تقريبا 3 شهور 12 شهر بيبقى حوالي 5 الى 7.5 مللي جرام ونكمل عليه بعد كده. طيب الناس احنا دايما في ناس متعوده يدوا نص الى جرام، خصوصا ان الروماتولوجيست بيكون يقول لك انا ممكن ادي 5 جرام بلس لمده 5 ايام، لكن الكلام ده ملوش عندنا ايفيدنس في النيفرولوجي، وخصوصا احيانا حتى اللي هم في حاجه اسمها يورو لوبس، يورو لوبس اللي هو جاي من يوروب دايما لانه الوايت ريس بيكون الديزيز فيهم مش اجريسيف زي البلاك او الهسبانكس او الايشنز، فاحيانا هو يقول لك انا ادي البلس من ربع نص وبعدين ابتدي انزل بالدوز جامد عشان اقلل السايد افكتس من الاسترويد، لكن الدوزز البلس كتيره قوي دي ملهاش اي ايفيدنس انها تكون مفيده. طيب ده مع الاسترويد. السايكلوفوسفامايد احنا بندي حاجه من اتنين، يا بندي اي في يا بندي بير اورال. الاي في اللي هو الهاي دوز بندي نص الى جرام كل شهر لمده 6 شهور، وفي اللو دوز اللي احنا بندي 500 ملي جرام كل اسبوع لمده 6 اسابيع بس. لقوا انه ما فيش فرق بين الاثنين، وبالتالي انا ما فيش داعي ان انا اكون اجريسيف. بير اورال احنا ممكن ندي الى 1 الى 1.5 ملي جرام بير كي جي لمده 6 شهور. طب ادي اي في ولا بير اورال؟ الاي في بيفضل حسب الادهيرنس، يعني لو بيشد مش كومبلاينت مع الاورال يبقى في الحاله دي يفضل ندي اي في، او اذا كانت حاجه اجريسيف شويه نلاقي مثلا ناس عندهم كريسنس او الناس اللي هم البلاكس اكتر بيفضل ان احنا ندي اي في على الاورال. الريجيمن الثاني بدل السايكلوفوسفامايد ان احنا ممكن ندي مايكروفينوليك اسيد انالوجز زي قلنا مايفورتيك او السيلسبت، بندي 2 الى 3 جرام بير داي اون تو ديفايدد دوزز، الاثنين مفيش فرق بينهم في الافيكاسي، لكن طبعا الام بي اي اي بنفضل دايما اذا كان في خايفين على الفيرتيليتي او كده فممكن نبتدي ندي، لكن الاثنين تقريبا بيدوا نفس الافيكاسي وبيدوا ياخدوا 1 بي. في بعض الحالات في الايشينز قال لك ان انا احيانا البيشنت ما تحملش الجي اي تي توكسيستي اوف ذا سيلسبت، فاحيانا يقول لك انا هدي ريديوس دوز من السيلسبت، هدي 1 جرام بس في اليوم بدل 2 ل 3 مع الاسترويد، بس بدل ما قللت الدوز هدي معاه كمان سي ان اي، بيفضل يدوا تاكرالوس بروجراف ويحافظوا على ليفل ما بين 5 الى 5.5. فده تريبل ده غالبا في الايشينز عندهم وبيكون عندهم كتير او مشاكل جي اي تي توكسيستي فبيفضلوا التريبل ثيرابي دوت. طيب احنا هنا ده احنا كده مشينا ده يعني في الانيشال تريتمنت، بعد كده جاي بكمل مينتنس عشان ابتدي اعمل دايما سبريشن الاكتيفيتي. فالمينتنس هنا احنا بنكمل دايما مع الاسترويد اللي هو اللو دوز 5 الى 7.5، ببتدي اكمل بالام ام اف بيبقى بقى من حوالي من 1 الى 2 جرام بير داي. إذا كان الشخص عنده كونترا انديكيشن أو مش متحمل الام ام اف ممكن نستخدم ازاثيوبرين أو نستخدم سي ان اي. طيب فور هاو لونج احنا هندي؟ مفيش اوبتيمال ديوريشن معين، لكن طبعا كل ما بوقف بدري ممكن يبقى الريسك اوف ريلابس هيكون أعلى، لكن أقل حاجة هو بندي 36 شهر 3 سنين، ويفضل لو 5 يبقى أحسن، لكن لازم أحط في اعتباري كل ما هوقف بدري كل ما الريلابس هيكون أكتر.
طيب بالنسبه للبيولوجيكال تريتمنت هنا، هل الريتوكسيماب او الاذر مونوكلونال انتي بودز ليها افكت ولا لا؟ الاستاديز لسه في الموضوع ده، يمكن في فيز 2 و 3 ما فيش كلام قوي على الريتوكسيماب كايفيدنس بيزد في كلاس 3 و 4 في الاول. طيب بالنسبه لكلاس 5، احنا قلنا كلاس 5 ممكن يجي بيور لوحده كده، ممكن يجي مع 3 و 4 زي ما اتكلمنا من شويه. الكلاس 5 لو هو غالبا لو هو جه بلو بروتينوريا في الحاله دي هنعالجه زي واحد واثنين، هنعمله سبورت تريتمنت بس، وهندي اكسترا رينال بس اذا سوري هندي اميونو سبريشن اذا كان في اكسترا رينال مانيفيستيشنز، لكن ان هو مجرد لو بروتينوريا مش نيفروتيك سندروم في الحاله دي هنمشي سبورت. اما اذا كان نيفروتيك سندروم او ابتدى يحصل الجي اف ار تقل فهنعالجه تقريبا زي 3 او 4 بستيرويد ومع ام ام اف او سايكلوسماد او احيانا سي ان اي او ازاثوبرين وبنكمل بعدين. طيب دلوقتي انا اديت تريتمنت، ازاي اعمل اسسمنت للريسبونس للتريتمنت اللي انا اديته؟ اول حاجه احنا عندنا 3 تيرمز هنا لازم نبقى عارفين. كومبليت ريميشن، كومبليت ريميشن يعني ايه؟ يعني البروتينوريا نزلت لاقل من نص جرام بير 24 اورز، وان الار اف تي يا اما امبروفنج يا اما ستابلايزد. ستابلايزد يعني ايه؟ يعني هي حوالي ما بين بلس اور ماينس 10 الى 15% من البيز لاين. يعني كان البيز لاين كام؟ في قلت او زادت في حدود 10 15%، دي انا بعتبرها ستيبل او انها امبروفنج بطريقه ماركتلي. ده بقول عليها كومبليت ريميشن، لكن او كومبليت ريسبونس. طيب اديله فتره قد ايه عشان ابتدي احكم ان حصل كومبليت ريسبونس؟ قال لك ما بين 6 الى 12 شهر. يعني عشان اعمل كنترول الاكتيفيتي الموضوع بياخد وقت اطول شويه، ما اقدرش من 6 الى 12 شهر، يعني ما اقدرش اقول عليه حصل ريسبونس او ما حصلش الا ما بيكون وصل لغايه 12 شهر تقريبا. البارشيال انه البروتينوريا قلت اكتر من 50% لكن ما وصلتش لتحت نص جرام، وبتكون غالبا تحت 3 جرام لكن قلت اكتر من 50%، والار اف تي برضه يا اما امبروفنج يا اما استابلايزد. لو ده برضه خلال 6 الى 12 شهر، لو وصلت 6 او 12 شهر ولسه البيشنت ما حصلش لا كومبليت ولا بارشيال ريسبونس، في الحاله دي بقول عليها نو ريسبونس. طيب انا وانا بعمل مونيتورنج للبيشنت دوت، احنا دايما بنعمل مونيتورنج للبروتينوريا والجي اف ار والكلينيكال مانيفيستيشنز، لكن كايمونولوجي احيانا الانتي دبل ستاندر ان غالبا هي بتستجيب والكومبلمنت بيحصل له نورماليزيشن، لكن احيانا ممكن الاقي الكومبلمنت لسه كونسيومد ولسه الدبل ستاندر ان لسه ديتكتبل، لكن انا ما احكمش عليهم من البيشنت في اكتيفيتي الا كلينيكالي وك ار اف تي وبروتينوريا. ولو حصل ان البيشنت كان حصل له ريميشن ووقفت المينتنس ثيرابي ورجعت تاني لقيت انه الدبل ستراند دي ان اي او الكومبلمنت رجع تاني بقى كونسيومد، في الحاله دي انا مش هبتدي تريتمنت، لكن اتوقع انه البيشنت ده ممكن انه يخش في ريلابس، لكن مش هدي تريتمنت الا اذا كان البيشنت كلينيكال، لكن مش هدي تريتمنت على السيرولوجي بس زي ما قلنا قبل كده في الانكا اسوشيتد فاسكولايتس. طيب احنا دلوقتي ابتدينا ندينا تريتمنت ووصلنا حوالي 12 شهر ولسه مفيش ساتسفاكتوري تريتمنت، يعني ما ساتسفاكتوري ريسبونس، في الحاله دي ممكن يبقى ايه؟ اول حاجه قبل ما اقول ان البيشنت ده ريزيستنت لازم اشوف شويه نقط كده. اول حاجه تو فيريفاي الادهيرنس، ممكن البيشنت ما يكونش كومبلاينت مع تريتمنت. الحاجه الثانيه ان انا اشوف هل هو كان بياخد اديكويت دوزز ولا سب اوبتيمال دوزز. الحاجة الثالثة ان احنا نفكر البيشنت ممكن يكون وصل ل بقت الكيدني كلها كرونيك عالية جدا، كرونيستي عالية جدا، او يكون في حاجة تانية مثلا زي ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، ففي الحالة دي احنا نبتدي نعيد البايوبسي. احنا برضو البايوبسي ده احنا قلنا قبل كده يعني البايوبسي ده سبب من الانديكيشن ان انا اعيد البايوبسي، وحالات تانية اذا كنت انا ماشي كنت عملت بايوبسي قبل كده وخدت كلاس معين وبعدين الكورس ابتدى يتغير، فانا ممكن يكون حصل ترانسفورميشن من كلاس لكلاس وبالتالي ممكن هبتدي اغير التريتمنت فبعمل بايوبسي عشان اشوف ايه اللي جد على اساس اتعامل معاه. احيانا تاني برضو ممكن تو كونسيدر سويتشنج تو الترناتيف، يعني البيشنت اذا كان بياخد ام ام اف ومش جايب نتيجه عليه طب ما نحاول معاه سايكلوسومايد، ولو كان بياخد سايكلوسومايد نحاول معاه ام ام اف، او ان احنا نبتدي تو كونسيدر كومبانيشن ان انا ازود على التريتمنت سي ان اي مع مثلا الام ام اف اللي كان بياخده. وفي كلام ابتدي بقى في الحاله دي ممكن نجرب ريتوكسيماب اللي هو لسه ما قلناش ليه ايفيدنس قوي لكن ممكن نستخدمه في الحالات دي. طب نفترض ان البيشنت كان حصل له ريميشن تماما وقعد سنين على مينتنس ثيرابي وبقى ان اكتف
وممكن وانا لسه هو بياخد لو دوز من المينتنس ثيرابي او وقفته وابتدى يحصل ريلابس تاني كلينيكالي وباثولوجيكالي، طب في الحاله دي هنعالجه ازاي؟ قال لك في الحاله دي احنا بنستخدم نفس الريجيمن اللي احنا استخدمناه انيشيالي، يعني اللي هو لو كان خد ام ام اف ناخد نرجع له تاني نديله ام ام اف لكنه كان استجاب عليه، لو كان بياخد سايكلوفوسفامايد ممكن نرجع تاني ندي سايكلوفوسفامايد، ولكن بنحط في الاعتبار هنا الكاميوليتيف دوز ده هو كان خد كميه كبيره بلاش نديله، ممكن نبتدي ندي تاني ام ام اف. ده الريلابس اللي ممكن يحصل ما بين حوالي 10 الى 50% من البيشنت. طيب دلوقتي في بالنسبه للتريتمنت في سبيشال سيتويشنز، اول حاجه انه ممكن يجي اللوبس نفراتس ومعاه ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، هنتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه انا هطلب اتنين تيست، الادم اس تي 13 وهطلب الانتي فوسفوليبيد انتي بودي. لو لقيت الانتي فوسفوليبيد انتي بودي بوزيتيف والادم اس تي 13 نيجاتيف يبقى ده انتي فوسفوليبيد سندروم، وفي الحاله دي هندي فول انتي كواجوليشن وتو كونسيدر البلازما اكسشينج. اما لو لقينا الادم اس تي 13 عالي يعني الاكتيفيتي بتاعته اقل من 10% في الحاله ديت هيبقى هو تي تي بي وبنعالجه ببلازما اكسشينج مع هاي دوز استيرويد وريتوكسيمات. لكن لو لقينا التو تيست نيجاتيف يبقى في الحاله دي بفكر في الكومبليت ميديتد ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي اللي هو اتيبيكال اتش يو اس، وفي الحاله دي ممكن افكر ندي اكيولي زوماب، ده اذا لقيت ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. طيب بدام جينا هنا اتكلمنا على الانتي فوسفوليبيد، احنا الانتي فوسفوليبيد انتي بوديز هي في ثلاثه معروفين، لوبس انتي كواجلاند والانتي كارديولابين اي جي جي واي جي ام، وفي كمان الانتي بيتا 2 جلايكوبروتينز. الانتي بوديز دولت ممكن يكون موجودين نورمال في بعض البوبوليشن، لكن انا هنا بلاقيهم موجودين واعيدهم تاني بعد 3 شهور الاقيهم موجودين، وبعدين في عندي ايفيدنس اوف ثرومبوزس. الثرومبوزس ده ممكن يكون يا اما ارتيريال ياخد رينال فين نفسه، او يكون فينوس يعمل لي رينال فين ثرومبوزس، او ان هو يبقى مايكروفاسكولار اللي هو ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، ده هيتشخص بالتيشو بس، لكن فينوس مثلا رينال فين ثرومبوزس يبقى بالدوبلر، ولو واخد رينال ارتري يبقى بالانجيوغرافي. لو هو اي خد اي واحده من الثلاثه ثرومبوزس دوت مع انتي بوديز موجوده يبقى في الحاله دي احنا بنسميها انتي فوسفوليبيد سندروم نيفروباثي. انتي فوسفوليبيد سندروم نيفروباثي لو اي ثرومبوزس حصل في الكيدني وات ايفر نوعه مع الحاجات دي، يبقى دي في الحاله دي بسميها انتي فوسفوليبيد سندروم نيفروباثي. طيب هنبتدي نعالجهم، طبعا لازم لو حصل ثرومبوز لازم ياخد فول انتي كواجوليشن. في حاجه بقى في الانتي فوسفوليبيد سندروم بيسموها كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد سندروم، ده بيحصل ان بيكون في رابيد اونست انه في مالتيبل اورجانز بتقف بيحصل لها ثرومبوز في نفس الوقت، بتكون المورتاليتي عاليه جدا، بندي فول انتي كواجوليشن وفي الحاله دي بندي معاها كمان استرويد وبنعمل بلازما اكسشينج، وفي كلام على ريتوكسيماب، وفي كلام تمام كمان على الايكيلوزوماب لانه بيقولوا انه في جزء منه بيكون كومبلمنت ميديتد. ده بالنسبه للانتي فوسفوليبيد سندروم. الانتي فوسفوليبيد سندروم في منها برايمري ممكن يجي لوحده خالص حوالي 50%، وفي نسبه ممكن تيجي سكندري يعني يكون معها كونكتيف تيشو ديزيز، لكن هو اكترهم هو طبعا اللوبس نيفرايتس. طيب السبيشال سيتويشنز اللي بعد كده احنا اتكلمنا على مع ثرومبوتيك ماكروجيوباثي واتكلمنا على انتي فوسفوليبيد سندروم، هنتكلم دلوقتي اللوبس مع البريجننسي. اللوبس نيفرايتس مع بريجننسي انا ما اقدرش طبعا، البريجننسي بيعمل اكزيربيشن للاكتيفيتي اوف لوبس، وبالتالي احنا دايما نفضل الناس دولت وهم طول ما الديزيز اكتيف ان هم الستات دول يبتدوا ياخدوا كونتراسبشن. لكن لو هاخدوا كونتراسبشن بلاش اللي هو الاستروجين كونتيننج لان ده ممكن بيزود الكلوتنج الريسبونس خصوصا اذا كان البيشنت عندها انتي فوسفوليبيد انتي بوديز، فبندي ده نبدي كونتراسبشن ممكن لغايه لما الديزيز يبقى ان اكتف ونكمل تاني بعد ما يوصل يبقى ان اكتف على الاقل 6 شهور قبل ما البيشنت تبتدي تاني تبقى بريجننت. لكن ناخد بالنا ان في بعض الدراجز اللي هي بتاخدها كانت تاخدها هي بتبقى كونترا انديكيتد في البريجننسي لانها تراتوجيك، منهم الام ام اف والسايكلوفوسامايد والراس بلوكرز زي الاي سي او الار بي، وبالتالي في الفتره ديت لو هي هبتدي خلاص رتبت انها تبتدي تحمل يبقى هنوقف دولت وممكن نستعيد مكانهم بحاجات تانيه زي الازاثوبرين او السي ان اي.
وكراس بلوكر نشوف اي حاجه تانية من اللي ممكن تقلل البروتينوريا وتعمل بلاد بريشر كنترول غير الراس بلوكرز ده في البريجنسي. طيب احنا قلنا قبل كده ان الهيدروكسيكلوروكين سيف في البريجنسي مهم جدا، وقال لك انه بيقلل كمان البريماتوريتي والفيتالوس، لان طبعا لو هي حملت على اكتيف ديزيز البريماتوريتي بتكون عاليه، الفيتالوس بيكون عاليه، البري اكلامسيا كمان بتكون عاليه، وخصوصا كمان في اللوبس البري اكلامسيا عاليه. فعشان كده دايما نفضل ندي اسبرين لو دوز اسبرين في البريجننت ليدي من اول الحمله، او على الاقل لو اتاخرنا ما يبقى قبل 16 اسبوع. ده كده بالنسبه للبريجننسي. الموضوع الاخير في السبيشال سيتويشنز هو اللوبس نفراس اند اند ستيج. البيشنت خلاص وصلت اند ستيج، دلوقتي احنا هنبتدي نديها ريبليسمنت ثيرابي. عندنا ثلاثه اوبشن: هيموداليسيس، بريتونيال داليسيس، اند ترانسبلانتيشن. هو طبعا بالنسبه للهيموداليسيس هو البيشنت في الثلاثه اوبشنز بتكون كومبارابل مع اذر بيشنتس اللي هم وصلوا اند ستيج بيكوز اوف اذر ديزيز، طبعا مع دايابيتيك بنلاقيهم انا كومبارابل. والترانسبلانتيشن دايما بيفضل انه يكون هو البيست اوبشن بالنسبه لهم. الرينال سيرفايفل او رينال جرافت سيرفايفل ترانسبلانت بيبقوا كومبارابل مع الاذر كوزز اوف اند ستيج. بس في نقطه هنا احنا بناخدها بالنا، في حالات الهيموداليسيس اذا كان البيشنت عندها انتي فوسفوليبيد كمان بيبقى في ريسك ان يحصل ثرومبوزس للارتيرو فينا فيستولا او التمبراري اكسس او سيمي تمبراري اكسس زي البيرميكاف. فالبيشنت طبعا لازم هتبقى واخده انتي كوجليشن. وبالنسبه للترانسبلانتيشن ممكن برضو يحصل ثرومبوزس في الرينال فيسلز وبيبقى ايرلي كمان، فعشان كده بقدر الامكان بنبتدي نوصل البيشنت تاني لفول انتي كوجليشن بعد الترانسبلانتيشن على طول. كده اكون انا خلصت، وشكرا لكم.